بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال منذكر بالعوارض اللي بتخلينا نشخص هذا المرض عند الأطفال. هي فيها تكون متعددة وغير محددة مثل الحرارة، الشحوب، قلة الشهية، قلة النشاط، وهودي العوارض كلهم منشوفهم عند كتير أطفال بغير حالات، مشان هيك مش دغري منشخص هذا المرض، إنما استمرارية هالعوارض وعدم تطابقها مع حالة الطفل، يعني ولد محرور بالصيفية بس ما يكون في حدا مريض حواليه، ممكن يخلي طبيب الأطفال يفكر بهالموضوع. أكيد في الأورام اللي بتخلينا نشوف الأورام الظاهرة وبعض العوارض الأخرى اللي بتخلينا نأدي هذا التشخيص. ومنذكر أنه حالات سرطان الأطفال هي عندها نسب شفاء كتير عالية تتخطى 80%، ومشان هيك نحن ما بدنا نخاف من هذا المرض، إنما بدنا نضلنا ننبش عليه تنقدر نعالجه من أوله ونشفى.